السلام عليكم. الصوت واضح؟ إذا الصوت واضح تكتب لي بالتعليقات. تمام. إذا اليوم لقاءنا عن تطوير التطبيقات باستخدام فلتر، تقنية فلتر. معاذ الشحمة، مهندس برمجيات ومطور. مين المقدم لهذا اللقاء؟ مطور جوجل معاذ الشحمة. طبعا وسائل التواصل موجودة لأي استفسار، اتصال موجودة، الجيت هاب، الريبوز. إذا أنت حاب تعمل لي نجمة أمور، وجود رابط الجيت هاب، راح نتطرق له كثير خلال هذا اللقاء. الجيت هاب، لينكدين، الستاك أوفر فلو. إذا عندك أي سؤال بطرحه بستاك أوفر فلو برد عليك يعني كل فترة وفترة. تويتر موجود، بدك إيميل تواصل موجود كمان. طبعا مهندس برمجيات ومطور، برمجت تطبيقات بفلتر، سواء تطبيقات جوال ايفون اندرويد، سواء تطبيقات ويب، سواء تطبيقات سطح مكتب، والان ملاقي رواج بالسوق بشكل كبير جدا. عن شو راح نتكلم خلال هذا اللقاء، او شو راح تكون الآلية خلال هذا اللقاء؟ قبل ما نبلش في شوية ملاحظات، خلينا نتفق الأسئلة بعد الساعة الأولى، تمام؟ يعني بعد ساعة نفتح باب الأسئلة، يعني تقريبا ربع ساعة بنشوف الأسئلة إذا في أي أسئلة. خطة اللقاء راح تكون مقسمة على يومين، تمام؟ أهداف اللقاء راح نتكلم عن 7 نقاط خلال اليوم الأول، لحد ستيت مانجمنت، إدارة الحالة. باليوم الثاني اللي هو بكرة راح نكمل باقي اللقاء، تمام؟ أغلب هاي الدورة راح تكون تطبيقات عملية، عندي تقريبا أكثر من 10 أمثلة تطبيقات عملية راح نطبق بيدينا، تمام؟ اف قلبة في صوت شباب، إذا الصوت مو واضح اكتبوا لي بالتعليقات. هل الصوت واضح ولا مو تمام؟ تمام، شكرا روان. تمام، إذا راح يعني نمر بشكل سريع على الأمور النظرية، تمام؟ والمستوى اللقاء راح يكون من متوسط لمتقدم. المستوى الأول، إذا بتحب تراجع دوراتي السابقة بالمستوى المبتدئ، من مبتدئ لمتوسط. طبعا أنا عندي دورات كثير، سواء قناتي على اليوتيوب أو باليوديمي، طرحت أكثر من دورة باليوديمي للمستوى المبتدئ بالفلتر. هاي الدورة أو هذا اللقاء ما راح يكون مبتدئ، راح يكون استب أعلى شوي من متوسط لمتقدم. راح يكون في تطبيقات عملية كثيرة، مثل ما قلنا أنه أكثر من 11 تمرين عملي بالإضافة لمشروع التخرج. المشروع راح يكون باليوم الثاني اللي هو بكرة، راح نشرحه بالتفصيل شلون بتم المشروع، راح تعمله وترسل لي إياه إيميل وأنا راح أرد عليك، يعني راح أتابع معك بعد اللقاء، تمام؟ أعطيك تقييمات وملاحظات
على المشروع تبعك، تمام؟ هذا بكرة مو اليوم. تمام، راح نمر بشكل سريع على الأمور النظرية، مقدمات بفلتر، شو هو فلتر وشلون انبنى فلتر بشكل سريع. طبعا راح نمر عليها هاي الأمور، تهيئة بيت التطوير، شو أنت لازم يكون عندك بالجهاز أو شو في لازم يكون متوفر قبل ما تفوت بفلتر، تشغيل أول تطبيق فلتر، طبعا هاي الأمور راح نمر عليها بشكل سريع، ديكليراتيف وإمبراتيف اللي هو المبني عليه بشكل أساسي، اللي هو الديكليراتيف فلتر مبني على الديكليراتيف التصريحي على عكس الإمبراتيف اللي موجود سواء بالنيتف أو بتقنيات ثانية مختلفة. فلتر مبني بشكل أساسي على تقنية الديكليراتيف تصريحي، يعني ماذا الشيء الذي أريد أن أوصل له من خلال البرمجة وليس عن كيف أوصل له. تمام، راح نتكلم عن هذول الأمور. راح نيجي أيضا للتصميم المتجاوب اليوم، تصميم المتجاوب responsive، وراح نتكلم عن الميديا كويري of context. أيضا راح نتكلم عن النل سيفتي بشكل سريع، النل سيفتي وشو الفرق بينه وبين الساوند نل سيفتي اللي موجودة بفلتر، تقريبا بفلتر وبسويفت فقط، يعني مو موجودة بأي لغة برمجة ثانية، اللي هي الساوند نل سيفتي، متفرد فيها فلتر سواء لغة الدارت والسويفت تبع الأبل. باقي اللغات البرمجية فيها نل سيفتي بس ما أظن فيها ساوند نل سيفتي. أيضا راح نتكلم عن إدارة الحالة، راح نعطي 3 أمثلة من أشهر إدارة الحالة اللي موجودة بالتطبيقات، 3 أمثلة عملية. طبعا كل السلايدات والملفات العرض التقديمي موجودة بالتسجيل، برابط التسجيل تقدروا ترجعوا لها، والريبوز الأكواد كلها موجودة بالملف العرض التقديمي. طبعا كل الأكواد والأمثلة اللي راح نتكلم عنها خلال هذا اللقاء باليومين موجودة بالعرض التقديمي. تمام، بالإضافة لأنه راح يعني نمشي بشكل سريع، فلذلك هذا المستوى اللقاء اليوم وبكرة راح يكون متوسط لمتقدم. مستوى المبتدئ بنصحك تراجع الدورات السابقة اللي أنا طرحتها، في مسجلة باليوتيوب، في عندك بالعطاء الرقمي موجودة ساعتين تقريبا، في عندي باليوتيوب بقناتي يعني تقريبا ساعتين ساعتين ونص موجود كمستوى مبتدئ، وباليودمي كمان ايضا ناشر عدة دورات بالفلتر للمستوى المبتدئ. تمام، تقدر ترجع لها مفصل يعني بتوصلك لمرحلة المتوسط. راح نتكلم بكرة مو اليوم عن المفاتيح والتنقل، راح نعطي مثال على المفاتيح ومثال على التنقل، شو انواع المفاتيح وليش ضروري انك تتعلم المفاتيح بفلتر على الرغم من وجود إدارة الحالة، لا يزال المفاتيح موضوع مهم بفلتر. أيضا راح نعطي مثال على التنقل بكرة، الديكليراتيف راوتينج والنافيجيشن ترين، راح نعطي مثال على الجو راوتر. أيضا راح نتكلم عن خيارات قواعد بيانات لبكرة، هاي خيارات قواعد بيانات عندي 5 أمثلة، راح نتكلم عن 5 أمثلة بقواعد بيانات، أشهر 5 أمثلة أنت بتحتاجها بتطوير التطبيقات سواء الفاير بيز أو السوبر بيز أو السيكيور لايت أو الـ API تواصل مع Application Programming Interface الـ HTTP، وأيضا كلها راح نتكلم عنها بكرة، وراح نتكلم عن اختبارات الأداء أيضا وشلون تقيس أداء التطبيق. تمام، السلايدات موجودة برابط التسجيل، رابط التسجيل على الإيفنت موجودة، ملفات العرض التقديمي اللي بحب يرجع لها. بكرة نعم بكرة نفس التوقيت 8 إن شاء الله. تمام، راح نتكلم عن أيضا بكرة عن أنماط بناء التطبيقات، عندي 3 أنواع
لأنماط بناء التطبيقات لازم تميز بين كل واحدة منها، اللي هي الريليز، الديبيوك والبروفايل، كل واحدة وين مكانها بتطوير التطبيقات. وراح نيجي لمشروع نهاية اللقاء بكرة، راح نشرحه بشكل مفصل شلون تعمل مشروع كامل وتطبق تقريبا أغلب المواضيع اللي ذكرناها خلال هذا اللقاء باليومين، اليوم الأول والثاني. تمام، راح نعطي ملخص ومراجع مهمة للاستزادة والاستفادة منها بنهاية الدورة. راح نمشي بشكل سريع على المقدمات بفلتر. بداية، شو هو الفلتر؟ طبعا اختلفوا فيه العلماء تعريف فلتر، ناس عرفته من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، ناس بتعرفوا على انه فرونت اند، ناس بتعرفوا على انه تول كيت أداة، ناس بتعرفوا على انه فرونت اند او ديزاين مثلا. وانما نحن بشكل عام راح نعتمد على تعريف فلتر نفسه عن فلتر. فلتر هو نفسه شو عرف لك فلتر؟ بقول لك فلتر انه فلتر هو عباره عن بورتبل يو اي تول كيت، يعني اداه واجهات مستخدم، يوزر انترفيس تول كيت. طبعا هو كروس بلاتفورم، كرافتنج بيوتيفلي نيتيفلي كومبايلد ابلكيشن، بيعطيك تطبيقات للموبايل، للويب، للديسكتوب، وان كود بيز، كود واحد فقط انت بتنفذ كودك على 6 منصات. طبعا الان شغالين بالامبيدد سيستم، الأنظمة المدمجة، يعني هي مو نظام تشغيل كامل، يعني ما يعتبر operating system بشكل كامل، وإنما هو جزء من operating system مدمج يعتبر embedded system. راح نمشي لقدام شوي راح نتكلم عنها. مثال الامبيدد لينكس اللي هو موجود بسيارات تويوتا، شغالين فيه لحد الآن بعده مو stable embedded system، قريبا جدا ممكن يكون stable الامبيدد سيستم بفلتر. طبعا اوبن سورس الفلتر، مفتوح المصدر وفري. شو مميزات فلتر؟ في عندي الهوت ريلود والهوت ريستارت اللي بيميزوا عن باقي، حتى النيتف مش موجود فيها الهوت ريلود والهوت ريستارت. مثلا انت عم تكتب اندرويد نيتف، اي تعديل بدك تعدله بدك تعمل هوت ريلود هوت ريستارت عفوا، يعني تطفي التشغيل، تطفي تشغيل التطبيق وترجع تشغله مرة ثانية لحتى تشوف عندك شو عدلت. بينما بالفلتر في عندي شيء اسمه هوت ريلود، يعني مباشر وانت عم تعدل، اذا كنت مثلا عم تكتب بالفيجوال ستوديو كود حاطه له اوتو سيف بمحرر الاكواد، مجرد انت عم تعدل بالكود بيظهر عندك النتيجة مباشر. ميزة ثانية بالفلتر انه مبني بلغة البرمجة دارت، وان كود بيز، كود برمجي واحد انت بتنفذ على 6 منصات. طبعا انا شرحت لغه البرمجه دارت بشكل مفصل عندي باليوتيوب، ممكن 3 ساعات وشوي، وحتى الداتا ستراكشر والالجوريثم، يعني هياكل البيانات وقواعد البيانات بلغه البرمجه دارت، تقريبا 4 ساعات وشوي موجوده عندي باليوتيوب تقدروا ترجعوا لها. بيئه تطوير منافسه، في عندي كثير بيئه تطوير منافسه كروس بلاتفورم، سواء كروس بلاتفورم اللي عندي كوتلين مالتي موبايل، اكزامرين، رياكت نيتف. طبعا كل واحدة لها ميزات وعيوب مقارنة بفلتر. ليش فلتر افضل؟ طبعا هذا شرحناه بالمستوى المبتدئ، شرحناه يعني بشكل مفصل. التطوير التطبيقات الاصلي، احنا ما فيش اختلاف انه التطبيقات النيتف هي اقوى شيء بالتطبيقات الموبايل، اندرويد وايفون. الاندرويد سواء لغه البرمجه جافا او كوتلين، الابل اوبجكتيف سي او سوفت. الفلتر شو عمل؟ هو عمل انه عم بيعطيني اداء النيتف، لانه كونك بتقدر تكتب نيتف داخل فلتر الان، بلاتفورم شانلز بتقدر تكتب نيتف داخل فلتر، وبالتالي انت صار عندك تطبيقات نيتف فلتر. ولكن شو الفرق؟ انه وان كود بيز، وبالتالي انت بتكتب كود واحد بيتعمم على كل المنصات، بحاكي الـ API الخاص بكل منصة، يعني Android API SDK، أيضاً الـ Swift SDK بحاكي كل منصة بناء على الـ SDK الخاص فيها. نفس الشيء للويندوز، للويب، جافا سكريبت، أيضاً للويندوز السي شارب والفيجوال ستوديو، وكمان للماكنتوش اللي هو سويفت، واللينكس بنفس الطريقة.
تطبيقات ثلاثية الأبعاد نقطة الضعف اللي موجودة بفلتر إنه 2D ريندرينج إنجين ثنائي أبعاد 100% مشان التطبيقات. جزء من الموضوع الألعاب الجيمز بيغطي ال2D، بينما ال3D لا، هو بيقول لك فلتر نحن مختصين بال2D، 3D لا في اليونيتي مثل ما تكلمنا هو بيدعم 6 منصات. شو هي الهيكلية تبع الفلتر؟ بناء الفلتر هو 3 طبقات، الامبيدر اللي هي البلاتفورم سبيسيفيك، بيجي فوقها الانجن سي بلس بلس، بيجي فوقها الفريم ورك اللي هي انت بتتعامل معها كمطور تكتب بلغة الدارت. فلتر فريم ورك هي مكونة من اكثر من شيء، يو اي ثيم، كوبرتينو او الماتيريال، كوبرتينو اللي هي للايفون، الماتيريال اللي هي للاندرويد، في الوجت والستايلينج والتكست والرندرينج والفاونديشن البينتينج والجسترز الى اخره. السكيا، عندي سكيا هي 2D ريندرينج انجن اللي مبني عليها الفلتر، طبعا انظمه الانظمه اللي بيدعمها اوبريتنج سيستم الويندوز من 7 وانت طالع، ماكنتوش، الاي او اس، الاندرويد، الاوبونتو الى اخره. نفس الطريقه اللي مبني عليه الطبقات اللي مبني عليها فلتر، هون نظام يعني مبني خاص للويب، هون نموذج خاص للويب، بيصير عندي طبقتين، ما في الانجن عندي بالويب، بيجي عندي بس البراوزر والفريم ورك اللي هي الفلتر. براوزر اللي هو بشكل اساسي اللي مبني عليه الويب، HTML CSS جافا سكريبت والكانفاس والويب جي ال والويب اسمبلي بشكل عام، والفلتر بتحاكي مباشر للبراوزر. بنفس الطريقة في عندي شجرة الوجت، في عندي شجرة الاليمنت، في عندي الريندر اوبجكت. الوجت تري تحتفظ بالخصائص فيها البابليك اي بي اي، الاليمنت تري بتعمل إدارة للريفرنس والاليمنت تري، ايضا بتعرض الوجت بالشجرة. الريندر اوبجكت هي اللي بتشوفه او بتتعامل معه كمستخدم. طبعا هون مثال على الريندرينج، لاي اوت والبينت والكومبوزيشن، قبلها بيجي مثلا اليوزر انبوت، ادخل شيء مثلا بالكيبورد او التاتش سكرين، انيميشن، عمل بيلد، عمل 3 طبقات للريندرينج وعمل ريسترايز بالاخير. نفس الموضوع هون، في عندي شجره الوجت، في عندي شجره الاليمنت، في عندي الريندر. هون اللي قلنا عليه انه في عندي بلاتفورم شانلز، يعني بتقدر تكتب نيتف جوا الفلتر، يعني مثلا كود انت موجود عندك من 20 سنة موجود بالسويفت بالأوبجكتيف سي مثلا او بالجافا، لمشكلة معينة انت واجهتها مثلا على سبيل المثال خراط جوجل، في مشكلة معينة مثلا الباكج ما دعمتها عندك، يعني البوب ديف اذا بتحمل باكج مثلا عند مرحلة معينة ما دعمتها، انت في شيء ببالك معين اكبر من الباكج اللي موجودة بدك ترجع للنيتف، فبالتالي مثلا ممكن ترجع لكود مكتوب من 30 سنة بالجافا وتشيله وترميه بالفلتر ويشتغل معك بشكل طبيعي بدون اي مشاكل عن طريق البلاتفورم شانلز. حتى بالعكس، يعني من خلال فترة قريبة ناقشوا بأحد مؤتمرات فلتر انه بتقدر تكتب فلتر جوا النيتف، يعني بالعكس كمان تكتب كود فلتر، مثلا انت مبرمج تطبيق عندك بفلتر بدك تضيفه لتطبيق مثلا سويفت مبني بالنيتف، فبتقدر تكتب الفلتر داخل النيتف، بالعكس كمان يعني بالجهتين، بدك من النيتف تكتبه بفلتر، بدك فلتر تكتبه بالنيتف، الطريقتين شغال الان بفلتر. بلاتفورم شانلز مشان ما يزوا لك اياها بيقولوا لك انه هون في عندك الفلتر ميثود شانل بالاي او اس، بالاندرويد عندك الميثود شانل، الاسم بس ما يزوا لك اياه مشان تميز بيناتهم. بنفس الطريقه هون في عندي بنيجي للامبيدد سيستم، الانظمه المدمجه اللي تكلمنا عليها الإلينكس، هون اللي بيدعمها تقريبا باقي واحده بس اللي مو داعميتها، مو ستيبل لحد الان، باقي كله ستيبل بالامبيدد سيستم. مثال عليها التايزن، انظمه التايزن
الغسالات الذكية، البرادات، الشاشات، السيارات، أنظمة مدمجة بقولوا لها، نظام تشغيل مدمج. إذا هاي شوية مقدمات سريعة عن فلتر. نيجي لتهيئة بيئة التطوير، موضوع مهم. لازم يكون عندك جهاز مواصفات جيدة، تحكي عن رامات مثلا رامات 8 جيجا وأكثر. لازم تحمل الفلتر SDK آخر نسخة 3 وانت طالع، يفضل فلتر 3 وانت طالع 3.12، يعني خليك على آخر إصدار. تحميل برنامج أكواد مناسب، طبعا بدك للفلتر، بدك للدارت موجود محررات أكواد، بدك للفلتر موجود أندرويد ستوديو، فيجوال ستوديو كود، انتليجي، اكس كود، طبعا اغلبها راح تحتاجها. الدارت في عندك اللغه البرمجيه الدارت، تقدر تكتب بالدارت باد والجي ان يو ماكس والاكليبس، اكليبس المعروف لدى مبرمجين الجافا مثلا، اكليبس والنت بينز. اكليبس بتقدر تكتب فيه لغه البرمجه دارت. في عندي الفيم كمان، اليوم عم بشتغلوا بالبراوزر، محرر اكواد بالبراوزر اسمه زد اب، شغالين فيه مجيد والجماعة فلتر، خبراء فلتر، الآن شغالين فيه بالبيتا، يعني بعد عم بيشتغلوا فيه، بيصير بدون ما تحمل ولا شيء، يعني لا فلتر SDK ولا برنامج محرر أكواد ولا شيء، مجرد افتح المتصفح zapp.run، افتحه مباشر فتح عندك المحرر الأكواد أونلاين. فبالتالي كمان يعني مميز جدا هذا الموضوع، شبيه بالدارت باد ولكن للفلتر، يعني انت بتطور تطبيقات اونلاين مباشر بدون ما تعمل اي تهيئه بالتطوير. شغالين فيه الان بعده مجهز، اللي هو الزد اب، مشروع مهم جدا، شركه انفيرتس. تمام، اذا هاي تهيئه بيئه التطوير، وتكلمنا شويه مقدمات عن فلتر، تشغيل اول تطبيق. طبعا التشغيل اول تطبيق راح يكون عندك، سواء انت يعني معتاد على الاندرويد ستوديو او الفيجوال ستوديو كود نفس الطريقه. تمام، بتقول له نيو بروجكت، نيو فلتر بروجكت بالاندرويد ستوديو، تختار له الاس دي كي، فلتر اس دي كي اللي انت حملته اوريدي، بتقول له نيكست، بتسمي اسم المشروع تبع فلتر وليكن مثلا فلتر اكزامبل. شايف عندك هون 6 منصات بيدعم لك يا فلتر، ويندوز، الويب، الماكنتوش، اللينكس، الاي او اس، الاندرويد. بتقول له فينش، هو اوتوماتيك حمل لك كل الاكواد اللازمه لتبدا بفلتر. تمام، بتشغل التطبيق وين ما بدك، يعني الوجهة اللي انت بدك تشغل فيها، بدك بالاندرويد سيميوليتر او سيميوليتر الايفون اي او اس، بدك جهاز حقيقي ريال ديفايس توصله بالوصلة، سواء الاجهزة القديمة من انظمة التشغيل القديمة من الاندرويد والاي او اس او الحديثة، يعني انت بتحكي عن اندرويد 11 وانت طالع سويفت بيدعم بدون وصلة، يعني بتوصل ريال ديفايس بدون وصلة واي فاي، بتشغله. بدك على الويب ايضا متاح عندك،
متصفح الويب، بدك الماكنتوش النيتف، يعني برنامج على نظام التشغيل الماكنتوش، بدك الاي او اس سيميوليتر الى اخره. الويندوز لازم تكون مشغل على نظام تشغيل ويندوز ومحمل له الفيجوال ستوديو، في باكج السي ميك بالفيجوال ستوديو لازم تكون محملها مشان يشغل لك تطبيق ويندوز. اذا هيك نحن شغلنا اول تطبيق بفلتر، نضغط على الزر هو بيزيد، معناته الامور تمام. نيجي عندي لموضوع الديكليراتيف والامبيراتيف. اذا تكلمنا شويه مقدمات، تكلمنا عن تهيئه بيت التطوير، وتكلمنا ايضا عن تشغيل اول تطبيق. نيجي للديكليراتيف والامبيراتيف، من اهم المواضيع بفلتر هاي المعادله اللي هي يو اي يساوي اف ستيت. الواجهه عباره عن يور بيلد ميثودز، الميثودز اللي انت بتبنيها، بين قوسين الستيت الابلكيشن ستيت. شوف الفرق بين هون التحسين بالفلتر ثلاثة اللي عملوه بالانام. قبل انت كنت تكتب الانام وتعمل اكستنشن منها، بعدين تعمل اوفر رايد على، ما في اوفر رايد، تعمل ميثود جديده للكونفرت تو سترينج، وبعدين تعملها وبعدين تستوردها. يعني هون عباره عن كيف تكتب الكود لحتى تحصل على النتيجه، بينما هون ماذا تريد من الكود مباشر. فبالتالي عملوا تحسينات بالانم بناء على الديكليراتيف، توجه الديكليراتيف التصريحي. شوف هون داخل الانم مباشر تعطيها الميثود، ومباشر هم تعمل اوفر رايد على التو سترينج وبتستدعيهم مباشر هم بدون ما تعمل. لاحظ الفرق بين الديكليراتيف والامبيراتيف. ديكليراتيف والامبيراتيف موضوع كبير، ممكن يعني ينعمل فيه دورات كامله مستقله، وإنما بشكل مختصر هو يعني مثلا أنت عندك الأندرويد النيتف، أنت مضطر أنك تتعامل مع الـ XML. السويفت النيتف أنت بدك تتعامل مع الـ Swift UI، بينما بالفلتر أنت مو مضطر تتعامل مع أي واحدة من هدول، تتعامل مع الفلتر نفسه فقط. هو بيعمل موضوع الأمور الداخلية وبيتعامل مع الأندرويد نيتف والسويفت نيتف وحتى الويب والديسكتوب، الويندوز والماكنتوش إلى آخره. فبالتالي أنت بتتعامل مع البرمجة التصريحية. التصميم المتجاوب Responsive Design، في عندي Media Query of Context من النماذج تبع Inherited Widget. Media Query of Context فيك تقيس مقاس الشاشة وتعمل تصميم متجاوب بناء على Media Query of Context، بتحط له Size مثلا، بدك العرض الشاشة، ارتفاع الشاشة، الفصالة ممكن بالأجهزة الفولدبل الآن الجديدة، حتى ضافوا بالميديا كويري اوف كونتكست مكان الفصالة بالنص اللي بتطوي فيها الجهاز الفولدبل، صرت تقدر تهندلها بالميديا كويري اوف كونتكست. التصميم المتجاوب أيضا، في عندي التصميم الكوبرتينو للآبل الخاص بالآبل، والماتيريال نزل الماتيريال 3 مع الفلتر 3 اللي هو تصميم الأندرويد. في عندي موقع مهم إذا بدك تفهم الفروقات بين الكوبرتينو والماتيريال اللي هو جاليري فلتر ديف. فيه أمثلة كثير وشرح مفصل عن كل واحدة من نظامين التصميم. جاليري فلتر دوت ديف مثلا، شايف عندك هون الماتيريال، هون الكوبرتينو، بيعطيك أمثلة على كل واحدة. مثلاً إذا قلنا مؤشر التحميل، بيعطيك الكود تبعه شلون بيكون بالكوبرتينو، بتقول له كوبرتينو Activity Indicator. يعني مشروحة بشكل مفصل مع أمثلة عملية. بدك بالماتيريال موجود عندك هون اسمه Circle Progress Indicator.
او في عندك اللينير بروجريس انديكيتر. طبعا ارجع لهم بشكل مشروح بشكل مفصل مع امثله عمليه مع امثله لكل نظام تصميم بالفلتر للنيتف. موقع اسمه gallery.flutter.dev. إذن هذا عندي التصميم المتجاوب. نيجي للنل سيفتي، راح نمشي عليها بشكل سريع. طبعا إذا بدك تفهمها بشكل مفصل أو ما عندك فكرة نهائيا عنها، مثل ما قلنا في دورة مفصلة لمستوى المبتدئ بفلتر. يعني أنت أول مرة تسمع بفلتر، موجود عندي سواء بقوائم التشغيل أو بالعطاء الرقمي فيديو ساعتين تقريبا مشروح بشكل مفصل. ايضا عندي باليوديمي موجوده دوره كامله عن النل سيفتي فيها بشرح مفصل مع امثله عمليه. تمام. الساوند نل سيفتي هي متاحه بالدارت 2.12 وفلتر 2. بدايه من 2.12 وفلتر 2 صار في عندي متاح بفلتر شيء اسمه نل سيفتي او ساوند نل سيفتي. مثال عليها، شوف عندك هون الاوبجكت، هون مو نل سيفتي، شوف عندك السترينج هون. يعني لحتى تروح على النل لازم تمشي بالشجره كامله، الاوبجكت مثلا للنم تروح للانتجر بعدين النل. بينما بالنل سيفتي شوف عندك هون سترينج عملناه نل سيفتي، فبالتالي تفرع عندي لفرعين، يا اما نل يا اما نفس الاوبجكت اللي هو سترينج. نفس الطريقه للشجره كامله، شايف هون عندك الأوبجكت صار عندي نولابل بينما هون مو نولابل، فبالتالي كل واحدة منها ممكن تكون نل. هون مشروحة، لاحظ عندي الأوبجكت ممكن يكون نل وممكن يكون أوبجكت. نفس الشيء بالنسبة للثانيين. تمام. شوف عندك هون في اذا بدك تعمل نل سيفتي، انت يفضل دائما تكون محمل ليتست فيرجن من الفلتر اس دي كي 2 وانت طالع، يفضل تحمل 3 فلتر 3 اس دي كي وانت طالع، خليك مواكب يعني اخر تحديثات فلتر، لانه كل فتره وفتره بيعملوا تحسينات بلغه البرمجه دارت نفسها، بيعملوا تحسينات بفلتر نفسها، فبالتالي انت خليك اب تو ديت، دائما حمل اخر اصدار من الاس دي كي تبع فلتر. عندي شلون تعمل نولابل، عندك الاستفهام، في عندك الريكويرد كلمة الريكويرد، في عندك القوسين المربعة الاستفهام والكونكاتينيت بيقولوا لها الاسناد كاسكيد استفهام ونقطتين، في عندك التعجب علامة التعجب، وفي عندك كلمة نل نفسها، في الفاينل والليت. الليت استخدمها بحذر، ليش؟ يعني أغلب المطورين ما بفضلوش الليت لأنه ممكن تنسى بعدين تسند قيمة للمتغير، فبالتالي أنت بيضرب معك السيستم. الليت استخدمها بحذر بقدر الإمكان. والليست طبعا، إذن هاي النل سيفتي بشكل مختصر. والساوند نل سيفتي، شو الفرق بين النل سيفتي والساوند نل سيفتي؟ الساوند نل سيفتي انت وعم تكتب الكود بيبين معك انه هل القيمه هاي ممكن تكون نولابل او مو ممكن تكون نولابل. اذا ممكن تكون نولابل، هل انت بدك اياها تخليها نولابل ولا لا؟ ما يقبلش نولابل، تعطيها قيمه ابتدائيه، فبالتالي هذا الموضوع يساعدك وانت عم تبرمج الكود، اللي هو الساوند نل سيفتي. يعني وانت عم تبرمج الكود عم بيظهر معك القيم المتغيرات يلي ممكن تكون نل ممكن ما تكون نل، وانت بتقرر بناء على شو المناسب بالنسبه للكود. نيجي لمن اهم المواضيع اللي هو ستيت مانجمنت. راح نعطي 3 امثله عمليه لاداره الحاله، اشهر 3 امثله عمليه. في امثله ثانيه ما راح نتطرق لها، ليش؟ لانه اول شيء هبت هبه، يعني هي مثلا الجيت اكس اول ما ظهرت صار لها رواج وكوميونتي بعدين نزلت، ليش؟ لانه ما قدرت تواكب تقنيه فلتر، فبالتالي قهقرت نزلت، فبالتالي ما فيش داعي انه نتفصل فيها ونعطي امثله عليها، لانه في اقوى منها اللي هو بروفايدر ريفر بود والبلوك، لحد الان مواصلين بتطوروا باستمرار بواكبوا فلتر، بواكبوا التطور اللي عم بيصير بفلتر.
الافضل اللي هو بروفايدر كونه فلتر متبنيته. افضل من بروفايدر الان ريفربود، ريفربود افضل من بروفايدر، مع انه بروفايدر هو المعتمد من فلتر، ولكن ريفربود افضل من بروفايدر ومحسن تحسينات على البروفايدر للشيء البروفيشنال باداره الحاله. راح نتكلم عن كل واحده مثال مثال. وايضا البلوك، بلوك شوي معقد بدك تفهم شلون بتكون البلوك، وانما بيعطيك نفس النتيجه وفعال، البلوك فعال باداره الحاله. هذول اللي تكلمنا عنهم. الريبوز موجوده عندي بالجيت هاب، اعمل لي نجمه واعمل مشاركه واعمل تمام واعمل مشاركه على الجيت هاب، موجوده متاحه للجميع بالسلايدات اللي بملف برابط التسجيل على الدوره على الايفنت، موجوده روابط الجيت هاب. البروفايدر راح نعطي مثال عليها، ريفربود ست ستيت اللي هو الستيت الاساسي بفلتر اللي هي بستيت فول، ستيتلس ما فيها ست ستيت، الانهيرتد ويدجت اللي هي الاساس لكل شيء ستيت مانجمنت سواء بالبروفايدر او الريفربود. الريفربود ما تبع شيء مستقل عن فلتر باداره الحاله، ما له علاقه بالانهيرتد ويدجت وان كان شبيه له، ولكن ريفربود متبع طريقته الخاصه باداره الحاله. في البلوك وفي الفيش ريدوكس، الريدوكس اللي هو مشهور للفيسبوك تمام، الريدوكس اللي هو اوريدي لتقنيه الفيسبوك، حتى يعني هو اللي مؤلف الريدوكس بالفيسبوك، قالوا له هل لازم تستخدم الريدوكس بالفيسبوك؟ قال لهم لا مش ضروري. اللي مخترع الريدوكس بالفيسبوك قال لك مش ضروري انه تستخدم الريدوكس تمام. في الجيت ات والجيت اكس، الجيت اكس اول شيء انطلق وصار له كوميونتي، ولكن تراجع الان مع الاداء، ما عاد وازى البلوك والريفربود والبروفايدر، فبالتالي ما راح نتكلم عن الجيت اكس، الموبي اكس، الباينر، البايندر والريدوكس. الستيت اللي موجوده بالفلتر اللي هي بشكل كامل، انت ستيت ببلش الستيت بتروح على الانت ستيت البدائيه، ديد تشينج ديبندنسز بتروح على الديرتي هل هي ترو ولا فولس، ترو بتروح على البيلد بتبني، بعدين ديرتي فولس بترجع على الست ستيت بتحدث الحاله، الاولد ويدجت ديد ابديت ويدجت بتحدث الحاله، اذا الديرتي فولس بتكمل على دي اكتيفيت، بعدين بتتلاشى وبتدمر الحاله على الديسبوز وبتعمل ماونتد فولس. المشكلة الرئيسية بالست ستيت انه عم تحدث كل الوجت بشكل كامل، هذا اللي حسنه بروفايدر وكل اغلب الستيت مانجمنت اللي موجودة. ست ستيت عم بيحدث لك الوجت بشكل كامل، بينما ادارة الحالة الثانية بتحدث مكان او بتعمل لسن بالمكان المحدد اللي بدك اياه. بالريفربود راح نيجي بالمثال، فيك تحدد سيلكت حتى مو البروفايدر كامل، تختار له سيلكت من البروفايدر من حاله معينه انت بدك لسن عليها فقط، فبالتالي الريفربود محسن امور حتى على البروفايدر في اللسن وفي السيلكت بالريفربود تمام. الداتا هل هي طبعا ما فيش هون قانون اسمه حد السيف مثل ما تقول، وانما سدد وقاربه. في عندك الداتا البيانات، ستيت مانجمنت اداره الحاله يعني اداره البيانات بالتطبيق. في عندي متى بنحتاجها، اذا كان سنجل ويدجت، ويدجت واحده ephemeral state، بينما سم ويدجت او موست ويدجتس نستخدم شيء اسمه الاب ستيت. مثال على الاب ستيت مثلا لغه التطبيق اللي هو عربي او انجليزي، مثلا حاله التطبيق او شكل التطبيق ليلي او نهاري، انت بتحتاج شيء اسمه الاب ستيت. شوف الفرق بين السيناريو الاول والثاني. السيناريو الاول الكارثي انه ما في انهيرتد ويدجت، ما بتقدر توصل ل الستيت. لاحظ هون اذا بدك تمر الداتا مثلا هاي الويدجت، بدك تمشي بالشجره الويدجت الاولى الثانيه الثالثه لحتى توصل لاخر وحده وتمرر الداتا بكل الشجره. بينما بالحاله الثانيه لاحظ هون مثلا هاي الويدجت مباشر بتجيبها من الانهيرتد ويدجت، ما في داعي تمر بالشجرة.
طبعا هذا الشيء بيسمح لك انك تعمل كلين كود، يعني تخيل بدون هذا الانهيرتد ويدجت انت شلون بدك تعمل فصل الطبقات بالتطبيق، تفصل اللوجيك عن الداتا عن البيانات عن الواجهة المستخدم، فراح يكون في صعوبة كبيرة. فبالتالي هذا الشيء سمح لك انك تعمل فصل للطبقات بزنس لوجيك، تفصل عن اليو اي اليوزر انترفيس عن الداتابيز عن النتورك. ايضا هون في عندك كلين اركيتكتشر الدومين، بعدين بيجي عندك الابلكيشن اللي هو البرمجه تبع التطبيق، البرزنتيشن والداتا والفريم ورك او الباكج بشكل عام. نفس الشيء هون عندك الميكرو سيرفيس بيقولوا لها، في شيء ظهر مصطلح جديد اسمه الميكرو سيرفيس. الميكرو سيرفيس هو عباره عن انت موزع الطبقات، هل انت مهتم باللاير اركيتكتشر ولا بالباكج اركيتكتشر. فبالتالي في منهجيات مختلفة هون، يعتمد على حجم التطبيق وعلى ضخامة التطبيق. تكوينة الميكرو سيرفيس هي مثل ما اتفقنا، انه بيكون في عندك الفريم ورك الاساسي، الابلكيشن الكود تبع التطبيق، الداتا والفريم ورك. بنفس الطريقة في عندي البراغماتيك كلين اركيتكتشر، في اختلاف بسيط على الميكرو سيرفيس، شبيه بالميكرو سيرفيس، ولكن يعني هون شوف الفرق، هون ممكن عندك يكون اللوكال والداتا والريموت داتا، بالبراغماتيك هي ريموت بس. بروفايدر مثل ما اتفقنا، في عندي شيء اسمه مثل الانهيرتد ويدجت، في شيء براس الشجره من فوق، وباقي الويدجت داخل الشجره بتقدر تستمع للانهيرتد ويدجت او البروفايدر. في بنحط شيء اسمه تشينج نوتيفاير، والنوتيفاير لسنر هي اللي بتسمع بالويدجت تشايلد. تشينج نوتيفاير اذا كان عندي بروفايدر واحد، إذا أكثر من بروفايدر بنعمل شيء اسمه مالتي بروفايدر. هون الكونسيومر، لاحظ أنه هون اللي فرق عن الست ستيت، الكونسيومر هون أنت حاطه لا تعمل هذا الشيء، بيقول لك أنه لا تحطه براس الوجت، حطه بس بالشيء اللي أنت بدك تعمله لسن، مثلا توتال برايس بالعربة السعر الإجمالي. البلوك كمان نفس الشيء، خلينا نشوف مثال البروفايدر بشكل سريع. طبعا كل الأمثلة للأكواد موجودة بالجيت هاب، روابطها موجودة بالعرض التقديمي، ومفصل يعني عامل لك الأكواد أنا على شكل كرود، كرييت أبديت ديليت، كرييت ريد أبديت ديليت، وعلى شكل MVC موديل فيو كنترولر ديزاين باترن، أشهر شيء يعني تقريبا بالديزاين باترن. طبعا زميلنا من قردس من ليتوانيا خبير فلتر مفصل ديزاين باترن ب 23 ديزاين باترن بلغه البرمجه دارت. كل ديزاين باترن عطي امثله بلغه البرمجه دارت، ويعني بشكل مفصل، فمجهود يذكر من قردس، تقدر تشوف يعني على اليوتيوب او على التويتر موجود من قردس من خبراء فلتر، مفصلها ب 23 ديزاين باترن. تمام، احنا هون معتمدين اغلب الامثله على الام في سي موديل فيو كنترولر. الكنترولر تبع البروفايدر مثل ما قلنا، اول شيء بتستورد البروفايدر باكج بروفايدر، طبعا من التيرمينال بتقول له فلتر بوب اد، بعدين بتقول له بروفايدر أو اسم الباكج اللي بدك تضيفه على الـ dependencies، بيقول لي إنه هو موجود already، هي موجودة على latest version، بتحملها بالبوب سبيك يمل، بتعمله بوب جيت مشان يحدث الباكجات اللي مستوردة بالتطبيق. بتروح على المين، صفحة المين بتقول له multi provider، أو إذا عندك provider واحد بالتطبيق تقول له provider change notifier provider، بتسمي البروفايدر،
أيضا هون عندي يعني خلينا نشغل المثال. لاحظ هون البرمجة البروفايدر كنترولر تبع البروفايدر، دائما انت بتعمل initial data بتصرح عن البيانات بداية قيم ابتدائية، بعدين بتعمل لها ستر وجيتر. ستر اللي هي بتحدث الحالة مع النوتيفاي لسنرز، والجيتر اللي هي بتجيب لك الحالة بالمكان اللي بدك اياه بالويدجتس، مكان ما بدك تجيب الحالة. بنروح مثلا على المودلز، احنا عاملين موديل عادي يعني اي دي وتايتل وديسكريبشن. على الليسته هون لاحظ عندك هون عملنا كونسيومر بيسمع على تغير البيانات بالبروفايدر. اي تغير بيحصل بالبروفايدر بيظهر عندي مباشر بالوجت تبع قائمه التودوز. كونسيومر من نوع تودو بروفايدر، ولاحظ هون الليست قدرت توصل للبروفايدر بكل شيء داخل البروفايدر. الآن شغلنا التطبيق، لاحظ هون احنا ما استخدمنا أي قواعد بيانات، فقط على إدارة الحالة تبع البروفايدر. مثلا خلينا نقول to do اللي هي مثلا learn flutter. خلينا نقول وليكن بنقول له اد اضاف لي تو دو مهام للعمل. تقدر تشوف التو دو، تقدر تعدل على التو دو، تقدر تحذف التو دو. مثلا خلينا نقول 1 2 3 ابديت تو دو، تقدر تحذف التو دو. عمليات كرود بشكل طبيعي. الان لو رحنا على التو دو بروفايدر، لاحظ هون ما استخدمنا اي قواعد بيانات، بناء على البرمجة دارت فقط، قائمة لستو تعمل لها العمليات اللي بدك اياها. بعد ما تعمل العملية بتعمل نوتيفاي لسنرز، فانت حدثت الحالة بالبروفايدر. نفس الشيء اضافة تدو بنفس الطريقة. لاحظ هون عندي كونتكست ريد، هون احنا مو محتاجين للكونسيوم يعني انه يسمع لك اي تغيير، فقط هون بنحط ريد. بينما اذا انت محتاج يسمع بتحط كلمه ووتش بدل الريد. كان قبل بالبروفايدر بالنسخ القديمه لسن يساوي فولس، الان كونه يعني السينتاكس تطور شوي فحطوا لك مباشر كونتكست ريد او ووتش. بنفس الطريقه للتعديل ولل المشاهدة وللتعديل. لاحظ هون بنحط له ريد دائما. إذا هذا البروفايدر. بنيجي لمثال البلوك بشكل سريع. بلوك في عندي شيء اسمه الستيت، وفي عندي الايفنت والبلوك، يعني عندي ثلاث امور بالبلوك. في عندي الايفنت، وفي عندي الستيت، وفي عندي البلوك. في نظريه ثانيه للبلوك اللي هي الكيوبيت، نفس المبدا ستيت وفانكشن وكيوبيت، بعدين بيعطيك بتعامل مع الداتا وباليو اي. هذا هو البلوك بشكل مختصر، نفس ما تكلمنا الطبقات ابلكيشن لاير الدومين والداتا. خلينا نشوف مثال البلوك. طبعا كلها مثل ما ذكرنا موجودة بالملف العرض التقديمي الريبوز.
تمام، مثل ما اتفقنا أول شيء نستدعي باكيجات فلتر بلوك والإكوتابل. الإكوتابل هي مشان تعمل لك الأكواد تلقائي بشكل أوتوماتيك. في باكيج للبلوك مهمة بالإكستنشنز، بالبريفرنسز، بالباكيجز او البلوجنز. طبعا بتسهل عليك موضوع البلوك، يعني بتخلي الامور اوتوماتيك بالبلوك اللي هي بلوك باكيج اسمها بلوك، بتعملها تحميل بتصير اوتوماتيك، بتحمل بتعمل بتعمل لك يعني يعني مثلا خلينا نقول هون هيك نيو، لاحظ هون ظهر عندي بلوك كلاس او كيوبيت كلاس، بيصير بشكل اوتوماتيكي يعمل لك نظام البلوك. نفس المبدا ام في سي كنترول كنترولر موديل فيو. مثل ما اتفقنا بالبلوك في عندي ثلاث امور، الايفنت والستيت والبلوك نفسها. الستيت لاحظ هون عندي الستيت حطينا فيها شو الأشياء اللي بدنا نعمل عليها نظام البلوك، البروبس بروبرتيز بيقولوا لها. لاحظ هون عندي ليست تو دوز، سيلكت تو دوز اللي هي لما نعمل لها شو او لما نعمل تحديث على التو دو، فاحنا محتاجين للسيلكت تو دو والتايتل والديسكريبشن. ليست تو دو البروبرتيز اللي هي ضمن ليست اللي بدنا اياها. في عندي غير الستيت الايفنت شو عندي فانكشنات على البلوك، راح يكون عندي فانكشن اللي هي اضافه تو دو، حذف تو دو، ايضا تعديل تو دو وتحديد تو دو وتعديل التايتل والديسكريبشن للتو دو بشكل مبسط. خلصنا من الستيت ومن الايفنت، بنروح للبلوك اللي هو الاساسي لكل الايفنت والستيت. تمام، فبالتالي انت حطيت الايفنت والستيت. طبعا شوف هون الاكويتابل، لاحظ وين استوردها بالبلوك، ما استوردها بالايفنت ولا بالستيت. ليش؟ لانه البلوك هو اللي تحته الستيت والايفنت، فاي استيرادات بتكون بالبلوك. هدول البارت، طبعا هي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، البارت هي جزء من البلوك. لاحظ هون عندي الانيشال تو دو، الفانكشنات يلي عرفناها لما يحمل التودوز، لاحظونا من نوع فيوتشر اسينكرونس بروجرامينج موجوده بالدارت، اسينكو اويت هي هون اعتبر لك انه فيوتشر ديليد، اخر لي اياها بعدين حمل لي التودوز بشكل ابتدائي، قيم ابتدائيه للتودوز. هون عندك لما يضغط على الاد تودو، لما يعمل اضافه تودو، في عندي شيء اسمه ايمت اللي هو بيحدث لك الحاله بالتطبيق. الستيت هي this state as to do loaded، واعمل emit لل to do's loaded. نفس الطريقة لحذف to do، تعديل to do واختيار to do، تعديل التايتل والديسكريبشن. نستدعي الايفنت تبع ال to do's loaded، وايضا نعمل تحديث. لاحظ هون كله من الستيت اللي موجودة ما عدا الديسكريبشن اللي بدي أغيرها من الإيفنت، جايبها جايب الحالة تبع الديسكريبشن أو الوصف من الإيفنت، من لما نقر مثلا على تحديث الوصف، وصف التدو، جيب لي الديسكريبشن تبع التحديث. نفس الشيء هون لاحظ تايتل إيفنت، بالباقي كله ستيت اللي موجود أوريدي بالأساس، بس غير لي التايتل. نفس الشيء هون لاحظ هون السيلكت تو دوز، غير لي السيلكت تو دوز. هون ما فيش داعي تغير شيء، ليش؟ لانه تعديل التو دو. لانه هون عم بعدل لي الستيت قبل ما يبعث التعديل، فبالتالي يجيب لي اخر ستيت للتعديل. إذن هذا هو البلوك بشكل مختصر، ستيت وإيفنت، والبلوك الأساسي اللي هو تحته الستيت والإيفنت.
لو رحنا على الموديل نفس البروفايدر ما في اختلاف، بس هون جبنا الإكويتابل مشان يعمل البلوك بشكل أوتوماتيك. استوردنا الإكويتابل، ولاحظوا هون بيستورد من أو بيورث من الإكويتابل، ورث من الإكويتابل لاحظ هون نفذ لي هدول، فبالتالي يعمل البلوك بشكل أوتوماتيك. لو رحنا على الليستة لاحظ هون بالليستة نعمل شيء اسمه بلوك بيلدر من نوع التدو بلوك والتدو ستيت. بعدين داخل البيلدر في شيء عندي ستيت. الستيت اذا كانت الابتدائيه اعمل سيركل بروجريس انديكيتر، يعني اعمل تحميل داونلود. لو قلنا نشغل المثال إذا الستيت لودد تحملت يعني عرض للقائمة. لاحظ هون إحنا بنكتب ريد كونتكست ريد التودوز بلوك، إذا مو محتاجين يعمل ريفرش لكل عملية تعديل. بنفس الطريقة هون بنستخدم كونتكست ريد التودو بلوك، بعدين بنختار الإيفنت اللي عرفناه أوريدي بالتودوز إيفنت. نفس الطريقة للحذف، لو رحنا ضفنا تدو مثلا نفس الطريقة ما في أي اختلاف، بس عندي الفرق أنه في عندي تدوز ستيت بدك تحط ستيت والإيفنت، بعدين تعرف البلوك اللي هو متضمن على الستيت والإيفنت وتسمع عاد بالتطبيق بالوجهة عندك. لاحظ هون بتشوف الستيت تقدر تعدل، يعني مثلا خلينا نقول هون لاحظ عدل لي التودو، تقدر تحذف التودو. نفس الطريقة على الإضافة والتعديل والحذف. إضافة هون إذا أنت مو محتاج للكونسيومر، لما بدك أي تعديل تشاهد شوف صار تعديل تحط له بلوك كونسيومر. الليسنر والبلدر والبلوك، هو شو البلوك اللي أنت بدك تسمع له؟ ممكن يكون عندك أكثر من بلوك داخل التطبيق بناء على ضخامة التطبيق واللوجيك اللي موجود بالتطبيق. إذا مو محتاج للليسن بشكل دائم تعمل له ريد ريد، وبتوصل للإيفنت اللي بدك إياه من البلوك. بنفس الطريقة أيضا الشو والتعديل. إذا هذا البلوك في مفهوم متطور أكثر عن البلوك، متقدم أكثر، يلي هو الريفر بود. شوف عندك الريفر بود حسنوا بالبروفايدر. الريفر بود عندك هون، في عندك بالريفر بود شوف أكثر من نوع من البروفايدر. في عندك بروفايدر، في عندك ستيت بروفايدر، في عندك الفيوتشر بروفايدر، في عندك الستريم بروفايدر كمان بتقدر تعمل ستريم بروفايدر، وفيه الاوتو ديسبوز. يعني لما ما فيش داعي تعمل اون ديسبوز مثلا، تدمر حاله الستريم بروفايدر، خاصه الستريم بروفايدر يعني بيستهلك موارد الاجهزه بشكل كبير جدا اللي هو الستريم. فبالتالي انت لازم تهندل الستريم لما مثلا ما يكون ظاهر بالشاشه توقفه او تفنيه مثلا لما تنتقل لشاشه ثانيه. ستريم بروفايدر والستيت نوتيفاير بروفايدر والتشينج نوتيفاير بروفايدر، في تفصيل بشكل مفصل بالريفر بود، في الفاميلي بالريفر بود، الاوتو ديسبوز اللي قلنا عليها اوتوماتيك بيعمل ديسبوز لما ما يكون بالشجره مثلا. في ميزات يعني متقدمه بالريفر بود، في الريد والواتش اللي موجوده اوريدي بالبروفايدر. الريد اللي هو بدون لسن، والواتش اللي هو بيعمل لسن على التغيرات. في اللسن وايضا في السيلكت. السيلكت فيك تحدد جزء معين من البروفايدر هو اللي فقط بيعمل تشوج نوتيفاير بروفايدر مثل البروفايدر نوتيفاي لسنرز. لاحظ هون المثال، هون حدد لي جزء معين من الريفر بود فقط هو اللي يسمع لي
على أي تغير فيه. طبعا هون يفضل مثل ما بقول لك الزميل طارق العبد انه تستخدم دائما السايزد بوكس بدل الكونتينر مشان موضوع الاداء، بيفرق شوي معك. السايزد بوكس افضل من الكونتينر مشان الاداء، وبتعمله ديكوريتد بوكس وبتعمل يعني باقي بداخل الكونتينر، لكن الكونتينر واسع بشكل كبير فيه خيارات كثير انت ممكن ما تحتاجها، فبالتالي بتزود الهيدك على التطبيق بدون حاجه يعني. يفضل دائما تستخدم السايزد بوكس بدل الكونتينر. اي شيء فيه كونتكست دائما استخدمه فيه كونست بيحسن الاداء. خلينا نشوف مثال الريفر بود ونشوف الاسئله اذا في موجود اسئله. ريفر بود تمام نفس الطريقة، الريفر بود أو أي باكج أنت بتستوردها سواء من البوب ديف، بتروح بتقول له هون استورد لي الباكج فلتر ريفر بود، أو بالأمر فلتر بوب أد فلتر ريفر بود. قولي طبعا انت محملها اخر اصدار فمش داعي ترجع تحملها مره ثانيه. تمام طبعا شغلنا الريفر بود نفس الاليه لكل الامثله تقريبا، عمليات كرود اضافه تعديل حذف قراءه ملفات او بيانات. الديزاين باترن اللي ماشيين فيه الام في سي موديل فيو كنترولر. لاحظ هون شو بدك تعمل بالريفر بود، مثل ما قلنا اول شيء بتستورد الباكج فلتر ريفر بود، بعدين بتروح على المين بتقول له بروفايدر سكوب بالريفر بود، بتحطها فوق الابلكيشن، بتحط التشايلد تبع البروفايدر سكوب تحته الماي اب او انت شو بتسمي التطبيق تبعك. تمام بس هيك انت بتكون فعليا عملت تهيئه الريفر بود. لو شفنا الريفر بود البرنامج تبع الريفر بود، لاحظ هون بيستورد تشينج نوتيفاير. بيورث من Change Notifier نفس المبدأ تماما، بنعمل Initialize للداتا قيم ابتدائية وستر وجيتر. ست والجيتر هون الفرق عن البروفايدر، انه الجيتر لاحظ هون Change Notifier Provider من نوع To Do's Provider Ref، في عندي هون Ref مو Context. بالريفر بود في عندي مفهوم اسمه Ref Reference أو الريفرنس. تمام المرجع يلي بيرجع له الريفر بود، في عندي ريف وبيرجع لي التودو نوتيفاير، يعني أي تحديث هون بيرجع لي إياه بالتودوز بروفايدر. لو رحنا على الليست القائمة، لاحظ هون عندي بالقائمة ما بيورث ستيتفول ولا ستيتلس ولا له علاقة بالفلتر ريفر بود، هو متبع منهجية خاصة بالريفر بود. لاحظ هون بيقول لك كونسيومر ويدجت تو دو ليست، بيورث من الكونسيومر ويدجت
البيلد هون في عندي ويدجت ريف بالاضافه للكونتكست. الكونتكست اللي موجود بضيف له على بضيف له ويدجت ريف بالاضافه للكونتكست. وهون بتتعامل مع الريف، ما عاد في داعي، الكونتكست بتخليه على جنب وبتشتغل بشيء اسمه الريف ريفرنس، ريفرنس للريفربود. تمام، لاحظ نفس المبدا، ريف ووتش ريف ريد، انت حسب شو بدك الحاله تبع الاستماع للبروفايدر او الريفربود. لاحظ هون عندك ريد استخدمنا، ليش؟ لانه ما بدناش يعمل ووتش او لسن، كل ما يتغير شيء بيعدل بالبيانات. لا، احنا هون لانه عم نبعث امر ما بدنا لسن. نفس الشيء الحذف والتعديل نفس الطريقة. لو شفنا هون بالريفربود مثلا، خلينا نقول learn ريفربود، stream ريفربود مثلا، auto dispose. هيك احنا اضفنا to do بالريفربود. نفس الطريقة اذا بدنا نشوف الريفربود او نعدل الحالة، مثلا خلينا نقول هون 1 2 3 عدلها، واذا بدنا نحذف موجود الحذف. تمام، بنفس الطريقة الليستة والكرييت شو موجودة ايضا. لاحظ هون كله صار عندي كونسيومر ويدجت، وفي عندي الويدجت ريف والكونتكست الاثنين مع بعض. نفس الشيء التعديل والحذف وانشاء جديد. لاحظ هون استخدمنا الكيز، راح نتكلم عنها لقدام يعني بكره ان شاء الله، المفاتيح راح نعطي امثله عليها. شوف هون استخدم الووتش مع الريف مو الكونتكست، لاحظ الفرق. ايضا هون شوف مثلا لو جينا بدنا نخربها، لاحظ شو في عندي خيارات بالريفربود. في عندي الريد، في عندي الريفرش، في عندي الووتش، في عندي اللسن، في عندي خيارات الريفربود. ايضا في عندي هون شوف لو بدنا نقول له سيلكت، يعني مثلا ديسبوز، وفي عندي الاد لسنر والريموف لسنر. يعني في خيارات اكثر من البروفايدر، محسن على البروفايدر ببعض الميزات الضروريه بالمشاريع الضخمه يلي انت محتاج تهندل اي شيء صغير بالتطبيق. لازم يكون لك تحكم كامل بالتطبيق من اصغر تفصيله. ريفربود حسن على البروفايدر باداره الحاله. نفس الطريقه التعديل واضافه جديد. اذا هان عندي الريفربود اداره الحاله. اذا تكلمنا باليوم الاول عن شو تكلمنا، تكلمنا عن شويه مقدمات بالفلتر، تكلمنا ايضا عن اللي هو تهيئه بيت التطوير، وايضا تكلمنا عن تشغيل او التطبيق بالست منصات، بالاضافه اللي تكلمنا عن الديكليراتيف والامبيراتيف اللي بعتبره من اهم المواضيع بفلتر. يعني اذا فهمت الديكليراتيف، الكونسبت تبع الديكليراتيف، انت فعليا استوعبت تقنيه فلتر هي مبنيه على اساس شو. ديكليراتيف والامبيراتيف، ديكليراتيف اللي هو مبني عليه الفلتر، وتكلمنا ايضا عن التصميم المتجاوب،
طرقنا لأكثر من موضوع، وتكلمنا عن النل سيفتي والساوند نل سيفتي شو الفرق بينهم، وتكلمنا أيضا عن إدارة الحالة، وأخذنا ثلاث أمثلة من أشهر وأفضل نظريات إدارة الحالة اللي موجودة الآن. تكلمنا عن البروفايدر، وتكلمنا عن البلوك، وتكلمنا عن الريفر بود مع الأمثلة العملية. الأكواد موجودة بالسلايدات، ملف العرض التقديمي اللي بحب يرجع للأكواد موجودة. الباقي بكرة نكمل، نفتح باب الأسئلة إذا في أي أسئلة موجودة. ناهد الصالح الصلاح اسم قناتك أستاذ. معاذ الشحمة MOUAZSH دقيقة. طبعا بتكتب باليوتيوب موجودة القناة، وفي غيري يعني انت راح نتكلم عن المراجع اللي ممكن تستفيد منها بفلتر بنهاية اللقاء بكرة ان شاء الله. تمام، نوال الام ليش سمي التصميم المتجاوب؟ سؤال ممتاز والله من نوال الام. التصميم متجاوب ليش؟ لانه بيتجاوب لمقاس الشاشه، يعني بيتفاعل مع مقاس الشاشه. فبالتالي انت مثلا اذا كان لاندسكيب الشاشه بالعرض، على سبيل المثال ايباد مثلا بالعرض الشاشه، فبالتالي الاورينتيشن هون بيكون الطول اكبر من العرض، فبالتالي الاورينتيشن لاندسكيب. على العكس اذا كان بورتري، الاورينتيشن بورتري بالطول، فبالتالي الطول اقل من العرض. فسموه المتجاوب او ريسبونسيف ديزاين لانه بيتفاعل مع مقاس الشاشه. بناء على مقاس الشاشه، هل الشاشه مقاس جوال مثلا، مقاس ديسكتوب، مقاس ويب، مقاس شاشه سطح مكتب، بناء على مقاس الشاشة وهو بيعمل ديزاين المناسب للشاشة. عشان هيك سموه تصميم متجاوب، لأنه بيتجاوب مع مقاس الشاشة، البكسلات اللي موجودة بالشاشة. سؤال ممتاز. تمام، تهاني شرحك جميل لكن سطحي، إذا ممكن تذكر مراجعك من جديد. بفهم شعورك أستاذ التهاني. الشرح مثل ما ذكرنا بالسابقا، يعني في كثير شروحات وب
بشكل مفصل يعني بالفلتر، يعني كونه حتى الآن يعني ما صار له 5 سنوات وكون هذا الكوميونتي الرهيب والضخم جدا، فما بالك بال يعني يمشي له بعد 5 سنوات كمان. بتحكي عن كوميونتي رهيبة لفلتر، كونه تقنية فلتر يعني هي المستقبل مثل ما تقول. ففي مراجع كثير باليوتيوب بالويب بالمقالات بالميديوم بالجيت هاب بالريبوز، يعني متفجر الكوميونتي تبع فلتر مثل ما تقول تقنية ترند الآن. السطحي ليش؟ لأنه نحن ذكرنا سابقا أنه يعني بعض حتى كثير من المتابعين ما استوعبوا لأنه في مستوى قبل هذا المستوى، اكتشفوا مباشرة أنه لازم يكون في مستوى قبل اللي هو مستوى المبتدئين أو أول مرة بتسمع بفلتر. ارجع للمستوى المبتدئ لأنه اللقاء اليوم وبكرة راح يكون مستوى متوسط لمتقدم، تمام؟ هذا الشيء ذكرناه بداية اللقاء. ترجع للمستوى المبتدئ موجود عندي باليوتيوب مثل ما ذكرنا أو باليودمي أو بالأماكن اللي ذكرناها المستوى المبتدئ، بعدين تنتقل للقاء اليوم وبكرة لأنه الشرح راح يكون مكثف ولمستوى من متوسط لمتقدم، تمام. شكرا للتعليق تهاني، أستاذة تهاني. تمام، تهاني يعطيك العافية، مفاهيم جدا مهمة، شكرا تهاني، ثانك يو. ونكلم سو لو سمحت رائد القوانمة هو الاسم إذا ذكرته مضبوط. ممكن لو سمحت مواقع مصنوعة بفلتر تنصحنا نطلع عليها؟ سؤال ممتاز. كمان المواقع اللي مبنية بفلتر في كثير، بتكتب بفلتر دوت ديف، يعني لو رحنا على موقع فلتر نفسه أعطي لك أمثلة على كل منصة على كل تارجت. بدك بالويب موجود أمثلة، بدك بالويب بدك بالديسكتوب بالإمبيدد كمان موجود أمثلة. شوفي فعليا بالواقع الآن موجودة هي مبنية بفلتر، مثلا الويب في عندك كثير أمثلة، كيس ستاديز، رايف هذا برنامج لتعديل مونتاج مثل البرومير أو الأفتر إفكتس مبني بفلتر. تخيل يعني المرحلة لوين وصل فلتر بالتطبيقات. أيضا في أمثلة كثير، يعني بتقدر ترجع تشوف الفلتر ديف موجود أمثلة كبيرة بتطبيقات اللي مبنية بفلتر. تمام، سؤال ممتاز. إذا ممكن جروي العنزي، إذا ممكن تزودنا إيش الشروحات اللي تفيدنا بفلتر وتمكننا منه أكثر. تمام، سؤال ممتاز. بالبكرة بنهاية اللقاء إن شاء الله راح نذكر مراجع مهمة بفلتر بتقنية فلتر، سواء كتب سواء مقاطع فيديو مهمة ممكن ترجع لها وراح تعمل معك نقلة بالفلتر بكرة بعد المشروع التخرج. او اس عسيري، هل من الممكن استخدامها في انترنت الاشياء؟ تمام، سؤال ممتاز ودقيق. يعني من او اس عسيري، انترنت الاشياء او انترنت اوف ثينكس اي او تي دخل فيها فلتر بشكل كبير جدا. تخيل يعني عندك البيوت الذكية السمارت هوم صار فيها فلتر، تقدر تعمل تطبيقات سمارت هوم كاملة بفلتر، والآن موجودة يعني تبنتها بعض الشركات الضخمة تطبيقات سمارت هوم كامل. يعني أنت بتطبيق فلتر ممكن تطفي المكيف تشغل المكيف، يعني تتحكم بالبيت بشكل كامل، تغلق النوافذ الستارة بشكل كامل من تطبيق فلتر. طبعا فيها شيء بسموه الأردوينو، دارات المنطقية الكهربائية، يعني شلون تتحكم فيها بناء على الفلتر.
سواء بالواي فاي او بتقنيات بلوتوث. طبعا يعني موضوع كبير جدا، انترنت الاشياء، دخل فيها فلتر وبقوة. تمام. او اس عسيري، تويتر مبني بالفلتر. تمام. لا هاي ممكن، يعني تويتر هو عنده لغة البرمجة الخاصة فيه، يعني انت بتحكي مثلا البوتستريب، هو مبني تويتر هي اللي عامل البوتستريب مثلا كفرونت اند للويب. تويتر عندها برمجتها الخاصة يعني مثل ما تقول. تمام. لا التويتر ما له علاقة بالفلتر، لكن في تطبيقات بفلتر مبنية بفلتر قوية جدا، يعني مثلا عندك الجوجل آدز، إعلانات جوجل، الجوجل بي مبنية بفلتر بشكل كامل. في عندك أنظمة تشغيل كاملة مبنية بفلتر. طبعا هذا الشيء شرحته بشكل يعني مفصل بالدورات البيزك بفلتر، مثل ما تقول مقدمة بفلتر. في أنظمة تشغيل كاملة مبنية بفلتر، الفوشيا مثلا، نظام تشغيل فوشيا اللي فيه الباكج اسمه زيركون. لغة البرمجة الأساسية هي دارت، يعني انت بتتكلم عن نظام تشغيل ويندوز، ماكنتوش، لينكس، فوشيا. الفوشيا هو البرمجة الأساسية تبعه دارت، لغة البرمجة فلتر. تمام. سامي إبراهيم عيدروس إبراهيم، خلينا نأخذ آخر سؤال. الـ API أفضل ممكن أستخدمها؟ سامي إبراهيم عيدروس، سؤال ممتاز. الـ API اللي هي بخيارات قواعد البيانات، راح نتكلم عنها بشكل مفصل بلقاء بكرة. تمام. شلون تتعامل مع الـ HTTP Response Request، تبعث طلب استجابة وتستقبل من الـ API بالـ Application Programming Interface. بكرة راح نتكلم عن أكثر من نوع من الـ API، RESTful، السوب، سواء XML، JSON، كلها بكرة راح نتكلم عنها بشكل مفصل بخيارات قواعد البيانات. نقطة مهمة طبعا. تمام. إذا ما فيش أسئلة جديدة، اللقاء بكرة راح نتكلم عن، إذا تكلمنا اليوم عن مقدمات بفلتر، تكلمنا أيضا عن التهيت بيت التطوير وشغلنا أول تطبيق، وتكلمنا عن النل سيفتي والتصميم المتجاوب والديكليراتيف والإمبراتيف، وتكلمنا أيضا عن الستيت مانجمنت، إدارة الحالة. إدارة الحالة الثلاثة اللي ذكرناهم غير كافية لحالها. ليش؟ لأنه إدارة الحالة بدون قواعد بيانات، يعني مثلا طفيت التطبيق ورجعت شغلت وراحت كل البيانات اللي موجودة، فبالتالي أنت مضطر لقواعد البيانات. خيارات قواعد البيانات راح نتكلم عنها بكرة. المفاتيح والتنقل راح نعطي مثال على كل واحدة بكرة. أيضا راح نتكلم عن خيارات قواعد البيانات، وأيضا راح نتكلم عن كل هذا بكرة، راح نتكلم عنه بشكل مفصل مع أمثلة عملية، بالإضافة لاختبارات الأداء وأيضا أنماط بناء التطبيقات والمشروع. راح نعمل مشروع عملي بكرة، راح تعمل المشروع وترسل لي إياه إيميل، وراح أتابع معك بعد الدورة، بعد اللقاء راح أرسل لك تقييمات حقيقية على التطبيق اللي راح ترسل لي إياه. تمام. يعني راح يكون شغل بعد الدورة. تمام. إذا هذا كان لقاء تطوير التطبيقات باستخدام تقنية فلتر اليوم الأول. نلتقي بكرة بنفس التوقيت إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.